العناية بصحة العمود الفقري من حيث الاستطالة والتقوية مع الكوتش ساندرا. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بفقرة رياضية، معنا الكوتش ساندرا. أهلا وسهلا فيكي كوتش. أهلا كوتش، اليوم إيش رح نعمل أو إيش رح نركز موضوعنا؟ أوكي، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة بفقرة الرياضة. اليوم رح نركز على تمارين للعمود الفقري. كتير من الناس مريان اللي عندهم إصابة وللشخص الطبيعي بالضبط. هلا هاي التمارين اكشلي هي لكل الناس بشكل عام. زي ما انت عارفه مريان، في كثير من الناس بمجتمعنا بتعاني من الاصابات بالعمود الفقري او من الاوجاع. خصوصا قاعدين ورا مكتب. بالضبط، هون احنا رح نحكي عن الروتين اليومي. من مسببات طبعا لالام العمود الفقري اكثر شيء هو وضعيه الجلوس او الانحناء بشكل طويل خلال العمل، وطبعا قلة ممارسة التمارين الرياضية من ناحية موبيليتي أو من ناحية ستريتشنج. إحنا هلأ رح نعمل بعض التمارين، رح نعملها هلأ مع بعض. أول إشي خلينا نعرف المشاهدين إحنا عن العمود الفقري بشكل عام. كثير من الناس بيتعاملوا مع العمود الفقري على إنه وحدة واحدة ويونت واحدة، لكن فعلياً هو عبارة عن 5 أقسام أساسيين. العمود الفقري بنقسم من أول إشي عندنا 7 فقرات بتيجي من بداية العمود الفقري، وإحنا بنحكي لهم السيرفيكال سباين. بعدين بيجوا عندنا 12 كمان فقرات vertebrates نحكي لهم الثوراسيك سباين. بعدين عندنا 5 اللي هم اللمبر سباين اللي هي المنطقة الأكثر والشائع فيها حدوث آلام عند أغلب الناس. بعديها كمان 5 السيرفيكال سباين، وآخر شيء السي او 4. سو مجموع عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة مرصوصين بشكل كتير دقيق فوق بعض. سو هي مش وحدة واحدة، احنا بنتعامل معهم بأكثر من قسم. كل قسم بيعطينا موبيليتي وفلكسبيليتي بشكل كتير كبير لحتى احنا نمارس كل احتياجاتنا اليومية. مثلا القسم الأول كتير موبيليتي فيه بتكون عالية، النك بيكون الحركة فيها الموبيليتي كتير عالية. عندنا القسم الثاني هي مثبت مع الريب كيج عشان بتكون فيه الحركة شوي محدودة، بس احنا we're able to rotate، نقدر نلف جسمنا. والأقسام الثانية بتكون كتير هي هلأ كل ما ننزل لتحت الفقرات العمود الفقري بتصير أعرض وأكبر عشان تقدر تحمل الأبر لمب كله اللي هو وزن جسمنا كامل. هلأ حدوث الإصابات بالعمود الفقري شائع جدا بسبب الروتين اليومي. احنا ممكن احنا نكون مثلا ما بنتعامل مع ظهرنا بطريقه الوقايه فيها فعاله، او مثلا ممكن احنا الروتين اليومي زي ما حكينا، زي ما انت حكيتي اللي هو الانحناء. بالضبط، بضلوا قاعدين كثير على الـ على الـ على المكتب او وضعيه الجلوس. شو بتعمل هاي عندنا بشكل عام مريان؟ تعمل عندنا تايتنس بالباك. ليش؟ لانه في حوالين الفقرات في عندنا اربطه وفي عندنا اوتار بتسبب شد بهذه الفقرات، فبالتالي بتسبب حدوث الالم. تمام، اليوم رح نعمل تمارين مع بعض. تمام. خلينا نستعرض اول تمرين مريان مع بعض. تمام. اوكي تمام. هلا احنا رح نشتغل على الثوراسيك سباين، هي المنطقه اللي حكينا عنها اللي هي القسم الثاني من العمود الفقري واللي هي من 12 فقره. تمام، رح نعمل فيها هايبر اكستنشن. رح نقعد هون، رح نثبت اللور باك على الكرسي. طبعا زي ما انتم شايفين احنا استعنا بالفوم رولر لحتى نثبت اللور باك. رح نثبت رجلينا على الارض، رح نعمل كروس بالايدين هون، ورح نبلش نعمل اكستنشن ثوراسيك اكستنشن لورا، ورح نعمل 20 تكرار. ليتس جو. تمام، زي ما انتم شايفين مريان رح تثبت ايديها وتبلش تعمل، بس طبعا اللور باك ثابت عندي على المقعد. تمام مريان، يلا جو، ليتس جو. 1 2. طبعا مهم جدا التنفس بهاي الوضعيه. بيرفكت مريان، جود. 5، تقدري تروحي ديبر كمان. 6، يس. 7، على طول بنتنفس. 8 9 10 مور، ليتس جو. 1 2، feel it بالثوراسيك سباين. طبعا هون عندنا اللور باك ثابت زي ما انتم شايفين مريان، مثبته العمود الفقري من تحت، احنا بنشتغل بس على المنطقه الوسطى الثوراسيك سباين. تمام، لاست 5 4 3 2 1. ممتاز، كيف حسيتي مريان؟ تمام. حسيتي انه احنا اشتغلنا على الابر باك؟ تمام.
خلينا نعمل التمرين الثاني. رح نضلنا قاعدين زي ما احنا. هلا هاي ما إلها اي دور. سو ثانك يو سو ماتش. هلا هون رح نستعمل ايدنا الشمال لنثبت اجرنا اليمين وايدنا اليمين لنثبتها ورا راسنا، ورح نعمل بس روتيشن برضه اسمه ثوراسيك روتيشن. رح نثبت هيك ورح نعمل 15 كل جهه. ليتس جو. هيك ايوه تمام. هلا بالضبط ورا راسك ايدك هيك تمام. وفيل ذا روتيشن. هلا هي مريان عمالها بتركز بالتمرين بالضبط على منطقه الثوراسيك سباين. ليتس جو. 8 7 6. ممتاز. 5 4 3 more 1 2 and last 1. نقلب على الجهه الثانيه. تمام ثبت ايدنا ورا راسنا اكثر. طبعا بهاي الايد احنا عمالنا نعمل مقاومه للرجل بهاي الجهه عشان نحس باكثر مجال روتيشن في الثوراسيك سباين. كثير ناس من كثير من الناس عندهم طبعا الشكل كثير بشع بالظهر اللي هو الحناء للامام، سببه الشد بهاي المنطقه من العضلات. هيك احنا بنعمل لها ستريتشنج وبنعمل لها على طول تقويه مستمره. طبعا فيكم تكرروا هذا التمرين 3 مرات، نعملهم مثلا 15 كل جهه ضرب 3. تمام. هلا كمان مهم جدا مريان نحكي عن الستريتشنج بعضلات التشست، البكتيرال ميجر وبكتيرال ماينر، لانه هاي هي العضله لما يكون فيها تايتنس بتسحب معها عضلات الظهر، لانه الناس اللي بيصيروا عندهم هون كثير بيطملوا، بضلوا بوضعيه سواء اذا كان انا بشتغل على المكتب او بحني للامام بشكل فتره طويله، بصير عندهم تايت تشست لانه هي بوضعيه انها الكونتراكشن العضله طول الوقت، فبتصفي عندي هون كثير انا عندي فيها تايتنس. رح افرجيكم تمرين كثير بسيط. هلا مريان رح تمثله عنا على الوول. تمام. اي مكان عندنا بالحيط فينا نختار مثلا باب مفتوح ونحط الايدتين نثبت حالنا وندفش حالنا للامام. احنا هون رح نطبقه هون. رح تحط ايدك هون مريان. تفضلي مريان. تمام. ورح تحط اجرك اليمين لقدام ورح ترفع صدرك ورح تدفشي بصدرك للامام. حسيتي بالتشست مسل؟ اه. تمام بيرفكت. بدك تعملي بريس وهولد اجينست ذا وول كانك انت عم تدفشي ايدك لفوق، بس بدك تعمليها ستاتيك، ضلك ثابته مريان. جو. ثبتي حالك لقدام. تمام بيرفكت. وبتحسي حالك عم تعملي اوبننج بالشست مسل. ممتاز جود. هلا رح نعملها بشكل ستاتيك وثابت. رح نعمل على الجهه الثانيه. رح نثبت ايدنا على الوول ورح نطلع برجل الشمال لقدام ورح ندفش ونضلنا ثابتين. نطلع بالصدر اكثر، ندفش ونثبت. تمام تقدر تثبتي رجلك على الارض. ذاتس ات. جود جوب. هذا تمرين بسيط للستريتشنج. قد ايه ممكن يعملوا تكرار؟ ممكن نعمل تكرار برضه كمان 15 بكل جهه. اذا كنا عم نعمل بالباب المفتوح ممكن نعمل مثلا 20، نعمل هولد نخليه ستاتيك. تمارين الاستطاله كثير مهمه للستريتشنج لعضلات التشست، بالتالي الحد من الام الظهر. فينا كمان نيجي كمان عند الوول ونعمل نفتح ايدينا باتجاه الوول بهذا الشكل ونعمل بريس بالصدر على الحيط. تمام. هذا كمان تمرين ستريتشنج. هلا رح نعمل كمان بعض التمارين لتقويه عضلات الظهر. اوكي رح نبلش بهذا التمرين مريان. رح نعمل arm و leg raise ونثبت شوي وننزل، ورح نرجع نغير نفس الشيء وننزل. تمام ليتس جو. رح نعمل 10 من هذا التمرين. ممتاز. بنحافظ على وضعية الظهر، الالاينمنت تبع الظهر على مستوى الاجرين وعلى مستوى الارمز. ممتاز. هلا بدنا نتنفس. نعمل اكسهيل لما نرفع ايدينا ورجلينا وبنعمل انهيل لما ننزلهم. تمام. اوكي اكسهيل انهيل داون اكسهيل اب. مهم جدا نحافظ على البالانس وستابيليتي خلال التمرين عشان نزيد من فعالية التمرين. ممتاز مريان جود جوب. بيرفكت. كم تكرار رح نعمل؟ هيك خلصنا، رح نعمل لاست 3. خلص. اوكي جود. ممتاز. هلا رح نعمل كمان تمرين ثاني، برضه احنا بنركز على منطقة الانحناء بالظهر اللي هي الثوراسيك سباين. رح نعمل تمرين كمان بسيط، رح نستعمل فيه رابر باند، أي باند عندنا متوفر أكيد هلا اكسسبل بكل بيت. سو رح نعمل رح نوقف على الأربعة ورح نبلش نعمل بس
arm raise. 1 2 3. رح نعمل تكرار 10 على كل جهة. Let's go. طبعا بدنا نلف الباند على ايدينا مريان كويس ونشد بشكل انه نحس في مقاومة بالباند، ما بدنا يكون لا مرخي ولا كتير مشدود. تمام، حاسة فيه؟ اه اوكي بيرفكت. You should feel it here مريان. ممتاز، تسكر اجري اكتر لقدام شوي. بيرفكت، خلي ايدك مستقيمة وروحي على الجنب فيها، بنعمل فيها lateral raise. Good. 4 more 2 3 and last one 4. غير على الجهة الثانية. That's it. 1 breathing. بدنا نركز دائما انه احنا عمالنا نتنفس خلال التمارين عطول. 3 4. ممتاز. 5 كمان. 5. Let's go. 1 2. Perfect. 3 4 last one. ممتاز كتير. هلا رح نعمل كمان تمرين هو كتير معروف، احنا بنعمله بالجيم بالهايبر اكستنشن، اسم التمرين رح نستعمل فيه السويس بول. تمرين الهايبر اكستنشن كمان تمرين تقوية وسترينثينج للباك. تمام، رح نعمل هون، رح نتدحرج على البول بهذا الشكل. تمام، رح نبلش نعمل باك ريز. خلص اعملي التكرارات انت، كملي. 3. ليش هربت من التمرين؟ خلص لا ليتس جو. طيب اوكي انا رح اكمل التمرين. اوكي ليتس جو. 1. قد ايه رح تعمل تكرار؟ رح نعمل 10. اوكي. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. هلا مهم جدا اني انا بعد كل تكرار باخذ البول لقدام وبعمل ستريتشنج. يعني في ناس اللي بتعمل التمارين لاول مره بتحس في ضغط على العمود الفقري، فبالتالي لازم نعمل احنا بين التمارين ستريتشنج. سو احنا بس بنطلع البول لقدام وبننزل، بننزل راسنا على المات. كوتش قبل ما ننهي، ايش النصائح اللي بتوجهها للمشاهدين عشان التمارين اللي بتخص العمود الفقري او انه كيف يدير بالهم؟ تمام، هلا كثير مهم احنا نحافظ. طبعا احنا ما بنقدر نغير الروتين اليومي وطبيعه عملنا، احنا مضطرين كل حدا انه مثلا اللي طبيعه شغله انه في انحناء، او سواء الامهات في البيوت الروتين اليومي بيكون قاسي شوي على الظهر، احنا ما رح نقدر نغير نمط حياتنا، لكن بنقدر نمارس الرياضه. فانا دائما بحكي نصيحتي تيك ا بريك ومارسوا هاي التمارين، لانها هي اللي بتعمل وقايه، ودائما نحن بنعرف انه الوقايه خير من ألف علاج. أكيد. وما فيش احسن بصراحه من انه ممارسه التمارين الرياضيه. اكيد. شكرا كثير كوتش، نورتينا. اهلا اهلا مريان. مشاهدينا وصلنا لنهايه الفقره، بشوفكم بفقره جديده.